أهلاً فيكم في لقاء العمالقة، معنا فقرتين وتتعادلوا بصيروا ثلاث، الأولى واحد في واحد، الثانية الرابط العجيب، الثالثة أبجد هوز. أنا ما حفظتش بالضبط. أنا سمعت أمجد أبصر مين. أمجد فلوز. لا لا أنا بأخذها من باب الليدز فيرست. روح يقول يا رب. ما شاء الله هي مشانك حابة بس. يلا بمشي أوكي. كم أكبر عدد كروت صفراء أعطت في مباراة واحدة؟ بمباراة واحدة؟ 27. واحدة الله. طب ليش 27 يا أختي؟ هيك إجا على بالي. لا يعني ما لا لا يعني مش أكثر من 10. أعطي رقم. آه ماشي آه يعني 12. الجواب الصح 16. روز أقرب للجواب. قلت بس شايف 16 قريبة للسبعة يعني سيبك من الشيء اللي حكيته. في أي سنة تم اختراع الثلاجة؟ 1917. الجواب لازم يكون غوز يبلش فيه. يعني لا الناس طول عمرها بتوكي يعني ف كانوا يحطوا بهي تاعت التموين. بتخيل 1850 شهر 6. أنا قلت قديه؟ 1917. أنا بغير رأيي بحكي 1918. كم مدة حكم إليزابيث الثانية؟ إليزابيث مين؟ الثانية. ثانية. ليش سموها إليزابيث الثانية؟ آه. ممكن كانت بالحقبة مثلاً بالحقبة الثانية مثلاً. حاول أربط التواريخ مع الاسم. هو 1800 و1700 من 1000. شو قصدك قديش حكمت؟ آه. قديش؟ آه. لا 20 والله 70. ماشي يلا ماشي يلا صار جابت جاب بالضبط 70. خلص شو هم انا الفائزه اخذت نقطتين هلا صح خلص 2-2. ماشي. كم اعلى درجه حراره وصل اليها الانسان على سطح الارض؟ الجواب عند روز. يعني درجه حراره اليوم مثلا 15. اه ماشي قول. طب المنطق بيحكي يعني مش اكثر من 70 يعني انا بقول يعني أنا 70 بقول 70. لا انا بحكي بال 60 يعني 60 62 63 ونص. الجواب الصح 93.9. روز اقرب للجواب. انت بتمزح جد؟ هاي من وين هذا ولا مين؟ 93. طب وين هي لقوها؟ بس انت اخذت منه نقطتين خامه من الاخر. طبعا شو اطول نهر في الدنيا؟ النيل. صح. طب كم طول نهر النيل؟ هاي فكرت فازت. فكرت فازت انا. جواب بالمثل؟ اكيد مش بالفهرنهايت. هلا المنطق انه هو مر من السودان وراح على مصر وعمل هي هيك دلتا النيل. اوكي من هون للعقبه كم كيلو متر؟ 400 يعني قول 2000. جد 400 و400 و800 يعني يقول 2000. لا غيري والله 2000 مش منيح من مرة. حسيته مش منيح؟ دخلش صراحة المنطق ما زفتش من مرة. أنا بحس يعني 1350. أنت بتغشش. صار أقرب الجواب 600 6650 كيلو. 6600 كيلو؟ 6650. هاي عبرت الشط على موجك. متى تأسست دولة الفاتيكان؟ هي تابعة لإيطاليا. السؤال بصير متى تأسست دولة إيطاليا صح؟ متى تأسست دولة الفاتيكان؟ سؤالي واضح. ماشي ماشي آسف. هي منشقة عن إيطاليا. فبدك تشوف إيطاليا يعني فيها أول 500 سنة. يعني 2023 ناقص 500 قديش؟ 1567. أنا بحكي 1316. 1929. أيها الرابعة. متى ولد ويليام شكسبير؟ اوه يا ينسى. 1917. 1820.
ألف وقديه؟ أرنب أرنب. لا شكسبير عندك انسى انا برضه. لا مين عندي؟ ألف وكم؟ 1950؟ 1950؟ هذا يمه هذا جيل انا وياه. انا حاسب 50 اجابه خلص. والله شوف راح اعطي جواب بدون اي شيء. 1346. 1564 ساره اقرب للجواب. ما كانتش ساره ما كانتش اقرب للجواب مشان تتذكر. انا كنت يعني ساره صارت اقرب للجواب. هذا قصتنا تعالى صح؟ ان شاء الله. صرنا 4-4. السؤال احنا 4-3-1. انت كم عدد المملكات؟ المملكات اسمعهم صح. الممالك. كم عدد المملكات؟ ممالك. طب كم عدد المملكات او الممالك الموجودة على الكرة؟ او المماليك. بحكي 10 تقريبا. شو؟ لا ليس شو اللي 10. لا 5-17. هذا جواب. رقم 7 انا بحب. ايوه بس انا متاكد منه انه اكثر، فراح اقول 18 بس عشان اكون اقرب. اني مش عارف قديش. الجواب هو 12. 12 مملكات بالعالم. لا يا سلام. الفقره الاولى هذيك ساعه خلاص صارت 12 مملكه بالعالم واحد غير الوطن العربي في 7. الكمبيوتر في تدفق معلومات ونعرف في تدفق مياه. صراحة الوضع أقنعني. شو الرابط بين الشطرنج والإضاءة؟ الإضاءة أبيض وأسود والشطرنج أبيض وأسود. أوكي. نحن ما بنعرف نلعب شطرنج غير إذا في كان عندنا ضوء قوي. صراحة صراحة. هاي حكمة. هاي حكمة مجرد. هاي. 1-1. الفاصل. شو قلت؟ هاي صار مقنع اكثر. شو قالت هي بس نسيت. انت بتقدر تلعب شطرنج بالعتمه. لا والله بتحكي صح. الرابط عجيب الثالث والجواب عند ساره. الرابط بين المفتاح والاشباح. نهايته نهايه. اوكي من غير مفتاح مش رح يطلع لنا اشباح. ليه؟ لانه نحن ما نروح على بيت مهجور. تمام. بيت المهجور شو فيه؟ طبعا دائما كلنا يجاوب نيلو يا روزا شو فيه بيت المهجور. احنا بدنا المفتاح. من الاخر صح عشان نفتح الباب يطلعوا بالاشباح. يا اخي احكي بصحراء. احكي بصراحه الاح مقنع اكثر. كان احلى جواب الاح بصراحه. يا اخوي ماشي بس هي بيشبه بعض بالقافي وبس. المفتاح مفتاح حديد والاشباح ارواح. يعني لو بدك الباب بسمع الجواب. هو دور السمك بمي خذه مجمد بيطلع اوفر. هسه سؤال الاشباح طبعا زي ما بنسمع بالاشعاعات. صح صح والله بالضبط. او ذيب او ذيب عندك صوت انه انه الشبح بيجيش غير بس ناديين. صح ولا لا؟ اكيد لا بس يعني اعتبرها صح مثلا. وال يعني فاهم زي كانك انت دقيت الباب وهو اجا والمفتاح. صح فازت. في واحد طلب يعمل فيتشر. هذا قبل شوي مصف كان في مصف ضيق. كان في مصف ضيق. فرن التليفون فشاور حالي السياره راح تيجي ولا تجيش. فرن علي صاحبي قال له كيفك؟ فانا جاوبت مش عارف. لا يا الله كانت حلقه سعيده. راح احط حسابي هون او هون او بصندوق الوصف. لا تنسى تعمل لايك شير سبسكرايب. سلام.